شعر جحا بلص في داره ليلا. فقام إلى خزانة غرفة النوم واختبأ فيها، وبحث اللص عن شيء يسرقه فلم يجد. فرأى الخزانة ففتحها، إذا بجحا فيها، فخاف اللص ولكنه تشجع وقال: ماذا تفعل هنا يا جحا؟ فقال جحا: متأسف يا سيدي، فإني أعرف أنك لن تجد ما تسرقه، ولهذا استحيت واختبأت خجلا منك. النهاية.